أكيد في حاجة غلط يا هوك، أكيد في حاجة غلط. أنا مش قادرة أصدق إن أنا بنت الراجل ده. إهدي يا نور، إهدي، مفيش حاجة ما بتتصلحش. اللي أنت بتقوله ده بس يا هوك، أنا كل يوم بتصدم عن اليوم اللي قبله. وأنا فين ولا وسط مين؟ هما دول أهلي، دول أهلي تجار آثار وقتلين قتلة، ما عندهمش أي مشكلة يقتلوا أي حد أو يأذوه علشان يطلعوا على كتافه يا هوكن. هو اللي أنا مستغرب له، أنت إزاي طلعت نضيفة في وسط الزبالة دي؟ أنت أنضف واحدة أنا شفتها في حياتي. يا ريتني ما عشت ثانية يا هوكن، يا ريتني ما عشت ثانية بعد مامي الله يرحمها. بعد الشر عليك يا نور، بعد الشر عليك. شوف يا نور، انت ابوكي داس على رقاب ناس كتير قوي وظلم ناس اكتر. حط ايدك في ايدي، نرجع مظالم الناس دي ونعوضها، وتطهري نفسك وتطهري ابوكي من مال الحرام اللي انتوا عايشين فيه.